برضو أليكس. أوكي دكتور، كنا عايزين نعرف من حضرتك إزاي نقدر نقاوم المرض ارتفاع نسبة الدهون في الدم. طيب موضوع الديسليبيديميا ده موضوع يعني للأسف في مصر منتشر جدا، ويعتبر نسبة محقق نسبة كبيرة كمان في العالم كله. الموضوع في الأساس لازم بلايف ستايل موديفيكيشن، تعديل بس طرق المعيشة بتاعت التعاطي مع المرض نفسه. مفترض ان احنا طبعا الدايت بتاعنا او طريقة الاكل او نظام الاكل بتاعنا في مصر غير صحي بالمرة على الاطلاق. معرفش بقى يعني، على فكرة ما لوش علاقة بال اللي هو ما عملناش علاقة بأي حاجة صحية عامة. طب ما دي كويس، دي حاجة معلومة كويس اضافة يعني. طبيعي ان الناس الفتره ديت او اللي عايز يحمي نفسه من حاجه زي كده تيجي للاكل الهيلثي. الاكل الهيلثي اصلا يعني هو عباره عن حاجه هرميه كده، الاوبتيمم بتاعها او الماكسيمم بتاعها ان احنا نهتم بالبروتين، نبعد عن اي زيوت نباتيه، نبعد عن اي حاجه فيها منتجات القمح. الحاجات دي كلها على فكره بتزود نسبه الكوليسترول، بتزود كمان نسبه السكر اساسا في الدم والانسيدنس بتاعها او نسبه حدوثها. لو قلنا مثلا ان احنا لو ابتدينا من بدايه اتجهنا للاكل الصحي، دهون حيوانيه بعيد عن دهون بعيد عن الدهون النباتيه، زودنا اكل بروتين، قللنا اكل السكر او منتجات السكر والدهون، I think ان احنا نبقى خدنا خطوة كبيرة جدا في محاربة الديسليبيديميا. ده رقم واحد، وده يعتبر البروفينشن. بعد كده ان احنا الاتجاه التاني اتجاه علاجي طبعا، يعني الموضوع ده له كذا تراك بكذا اوبتن بكذا دواء، وكل مريض بيبقى له طبيعة مرض معينة بيبقى له دواء معين نقدر نتعامل على حسب ايه اللي عالي عنده. هل الكوليسترول اللي عالي، هل التوتال كوليسترول، هل الترايجلسترول او الدهون الثلاثيه هي اللي عاليه عنده. طيب وظائف الكبد بتاعته اخبارها ايه، الدنيا الفايتالز بتاعته اخبارها ايه، ايه الدواء اللي احنا نقدر نوصفه للمريض. ده محتاج مراجعه دكتور، بس في الاساس لو قدرنا ان احنا نتعامل مع الدايت كويس نتجه للاكل الصحي. الموضوع ملوش اي علاقه على فكره بواحد تخين شويه او واحد رفيع على الاطلاق، لان احنا في الاول في الاخر ان احنا بنعتمد على تحليل دهون معين، وبنعتمد برضه على حاجات تانية مثلا زي الويست معدل الويست او اللي هو البي ام اي بتاع المريض او مثلا بنعتمد على داتا معينه المريض نفسه هو اللي بيبتدي يديها لي. قدرنا نعمل كنترول للقصه ديت، اي ثينك ان احنا عالجنا جزء كبير جدا جدا من المرض. نصيحتي ان احنا ما نلجاش للعلاج من غير دكتور، لان معظم في اعرف في ميلز كتير بيبتدوا ياخدوا اوميجا وزيت السمك وما اعرفش حاجات، وبرده حاجات زي الاستاتينز مثلا وبمنتجاتها وبمشتقاتها من غير ما يراجعوا دكتور. بتفاجئ بعد كده ان عندهم مشاكل في الكبد. ده اي ثينك ان ده حاجه تعتبر خطأ كبير جدا جدا، ما ينفعش ان هم يغلطوه لان الطوابع بتاعته تبقى كبيرة. الله مستعان بقى في اللي جاي. المصريين تعالوا بقى ونهتم، انتوا بقى تعملوا اعلانات على الاكل الصحي ان شاء الله، بس ما يكونش مضروب. ميرسي يا دكتور، سعدنا جدا بوجود حضرتك. انا اسعد.